مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم معانا، وكل عام وحضراتكم طيبين وبالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب دائما كل ايام حضراتكم تكون سعاده وهنا وافراح واعياد جميله. كل عام وكل الامه الاسلاميه بالف خير في جميع بقاع الارض، ويا رب دائما كده نكون مع حضراتكم في الاعياد والمناسبات الحلوه. الحقيقه انه العيد تحديدا ليه مباهج خاصه جدا، وليه يعني دايما ذكريات حلوه قوي في قلوبنا بنفتكرها من واحنا صغيرين، ومهما كبرنا بتفضل الذكريات دي موجودة في قلوبنا. العيد مهما تكلمنا عنه ليه احتفالية خاصة، ليه روح جميلة بنستناه من السنة للسنة. ويمكن دايما مصر كده بنتميز ان احنا الاعياد والمناسبات عندنا بيكون لها طعم مختلف وبيكون لها طبع خاص جدا جدا. ولكن في النهاية فرحة العيد هي فرحة العيد، سواء كنا في مصر، سواء كنا في أي دولة أخرى، سواء حتى الناس المغتربة بره مصر يمكن بيحتفلوا بالعيد ولكن بيبقوا دايما مفتقدين إحساس العيد عندنا في مصر، لأن إحنا كده معروفين عندنا كده لمة الأسرة والعيلة ومائدة الطعام. دايما الأعياد والمناسبات بتبقى مرتبطة عندنا كمان بأكلات معينة واحتفاليات خاصة جدا جدا، ودي من الحاجات اللي بتخلينا بنحس بطعم العيد حقيقي. النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بعيد الأضحى المبارك، يا رب يكون عيد سعيد على حضراتكم. وهنتكلم بقى عن فرحة العيد وازاي نستمتع بعيد الأضحى تحديدا مع ضيفتي الكريمة اللي بتشرفني النهاردة، دكتورة صفاء مختار، باحثة إنسانية ومستشارة بعضو دائم بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية. أهلا بك يا دكتور، وبرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة وبألف خير. أنت بصحة وسلامة، وأسرة قناة مصر الزراعية كلهم طيبين وبخير، ومصر كلها بخير يا رب. يا رب كده العيد السنه دي يكون يعني وشه حلو على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. ودايما كده بنحس ان عيد الاضحى ليه كده طابع خاص، ايه اللي ممكن بيفرق عيد الاضحى عن العيد الفطر مثلا او اي مناسبه بتمر علينا؟ طبعا كلنا عارفين انه الحج، يعني طب. اللهم ارزقنا يا رب اللهم الحج يا رب. والسعي والطواف. خلينا نقول انه العيد الاضحى هو يعني احنا نعرف انه الفجر وليال عشر، يمكن بيبتدي الشهر الجميل باحلى ايام، ايام مغفره وايام رحمه وايام اعاده. نرجع من بعد رمضان عفوا، بعد رمضان بنرجع بعد ما الشهر الكريم رمضان وبيبقى الروحانيات بتاعته، بيبتدي الواحد واحده واحده بالتدريج ينسى ويبتدي يدخل بقى في الأحداث بتاعته، أحداث الحياة والمشاكل. صحيح. وبتاخده الحاجات اللي هي بتبعده شوية عن الروحانيات، وخاصة الظروف اللي كل الناس كانت بتمر بيها الفترة اللي فاتت، والثانوية العامة كانوا بيمتحنوا قبل العيد حبايبي، وكانت الدنيا كلها ملخبطة. فأنا بقول إنه العيد الأضحى هو يعني إعادة وتذكرة لينا كلنا بإنها أيام جميلة، وإن هي أجمل وأروع أيام ممكن الإنسان يبقى بيستمتع، اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه إن هو يقف وقفة عرفات، وإن هو يقف قدام ربنا زي ما كما ولدته أمه. صحيح. اللهم ارزقنا جميعا يعني هذه الأيام نكون على عرفة ونكون في الحج إن شاء الله. فاستشعرنا بالحاجات الحلوة ديت بتمتد بقى يعني لوقت طويل، لأنه إحنا بنقعد نكبر في الأيام ديت، وبنستشعر ان احنا مع الحجيج اللي هم طالعين الاراضي المقدسه، فبتدخل جوه النفس كده حبه روحانيات حلوه وقرب من ربنا، ويمكن سبحان الله بتخلينا ننسى شويه الضغوط اللي مرينا بيها الفتره اللي فاتت. اكيد. هل عيد الاضحى نقدر نقول ان هو مرتبط اكتر بالحج، مرتبط اكتر بالاضحيه، ودي من الحاجات الجميله جدا واللي حتى يمكن الاطفال الصغيرين بيبقوا مرتبطين قوي بالاجواء دي، فكره ان هم يشوفوا عمليه الذبح والاضحيه، ودي من مباهج العيد وصلاه العيد، دي كلها حاجات فعلا ما بنقدرش ان احنا نشيلها من اذهاننا، او بتفضل دايما ذكريات وكمان احداث ممتده معانا في باقي حياتنا. بالظبط، هي تاريخ الاسلام، لانه اي اسره طبعا بيبقى عندها اطفال صغيرين بيبقوا طالعين عايزين يعرفوا، عايزين يفهموا ايه الذبح، في اطفال بيصعب عليها. فبيبتدي الاب والام او الجد والجده بيجي دورهم الجميل في قصه السرد بقى طبعا. لقصه ازاي العيد يعني ايه، وحته الذبح يعني ايه، والمغزى طبعا. وبيخش بقى في قصه اللي انا دايما بحبها اللي هي الحوار، تواجد الحوار في الاسره، ده من اروع اللغات اللي بتخلي فيه دايما ما بين افراد الاسره والمجتمع في تواصل. يمكن سبحان الله احنا زي ما قلت لحضرتك انه دلوقتي احتفالنا بالعيد، اي عيد حتى لو عيد لاخواننا المسيحيين، هو اختلف كتير جدا عن زمان بسبب وجود السوشيال ميديا.
لانه السوشيال ميديا الفيسبوك والتويتر والانستجرام خلانا بندخل نتواصل بصوره اسرع، بنقرا ادعيه، بنشوف اصدقائنا، بنهني بعض، ممكن ناس تكتب بوست على احساسها ايه بالعيد، بنشوف حاجات كتيره جدا. ويمكن انا حابه النهارده انه من خلال البرنامج اقول لمعظم اللي بيشاهدونا، انا مش عايزه يكون موضوع كورونا والظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها معظمنا تكون يعني دافع او تكون سبب تخلينا نبتعد شويه عن الاحتفال، ونبتعد على ان احنا نتواصل مع قرايبنا ومع جيراننا ونستمتع باجازه العيد. يعني بالظبط، يعني مش بالضروره ان كل الناس، يعني في ناس بتقول لك انا هقضي العيد كله في مثلا في الساحل، في ناس مش هتقدر. احنا ممكن على فكره يبقى الوقت بتاعنا جوه بيتنا كاننا في الساحل، هو الاماكن احنا اللي بنضيف للاماكن المتعه، واحنا اللي بنضيف للاماكن السعاده والحب بالطاقه اللي موجوده جوانا. فمش عايزه اي حد يتضايق لو هو ما عندوش قدره ان هو ينتقل من بيته يروح اي مكان تاني علشان ظروفه الاقتصاديه ما سمحتش، لان زي ما قلت لحضرتك انه كان قبل العيد حبايبي كانوا بيمتحنوا الثانويه العامه، هيكملوا ان شاء الله بعد العيد وهيكملوا كمان. فيعني احنا ممكن حياتنا كلها وكل الايام تبقى اعياد، مجرد انه الاحداث بتاع كل عيد بتختلف، ده علشان سرد للتاريخ وسرد للاديان. فاحنا ممكن نخلي ايامنا كلها اعياد بان احنا نكون راضيين بالواقع اللي احنا عايشين فيه. وعلى فكره كل واحد فينا عنده حاجات احسن من غيره. صحيح. فانا مش عايزه حد يتضايق ولا حد يحس انه مثلا اي بيت فيه طالب ثانويه عامه او مثلا انا عنده حد كان لسه متعافي من كورونا يتضايق، او حد مش قادر يجيب لحمه. كمان انا عايزه اقول للناس اللي هتذبح اكسروا من الاحسان. نعم. على قد ما تقدروا. صحيح. واحنا الحمد لله يعني احنا شعب خير بطبعنا الحمد جداً لله جدا. انا ضد انه اي حد، يمكن انا قريت الصبح قبل ما اجي في السكه وانا جايه بوست حد عايش بره مصر بيتكلم عن ان زوجته نزلت اجازه وشافت سلوكيات، وحسيت ان هو دربك الدنيا جدا، وانه قد كده ما اعرفش مين في الشارع عمل ايه ومين مش عارف عمل ايه، بينقل صوره سلبيه يعني. هو بعدين في اخر البوست راح كاتب وقال انا مش بنقل صورة سلبية، لكن أنا بستغرب وسايب البوست لتعليقاتكم. هو أنا عايزة أقول أنه مفيش شك أن الزمن دلوقت والظروف دلوقت اتغيرت عن زمان طبعاً. بس ده ما يمنعش أن لسه عندنا الشهامة الإنسانية وعندنا لسه الخلق الإنساني وعندنا لسه النخوة المصرية اللي موجودة طبعاً. ويمكن أنا حتى علقت له وقلت له على فكرة مفيش بني آدم ربنا خلقه سواء مصري او غير مصري بيهاجم حد الا اذا هوجم، يعني مفيش حد بيطلع تصرف ضد اللي قدامه الا اذا استفز او حد استفزه. صحيح. فمش عايزين نبص على الجانب اللي هو المظلم في اي قصه بنسمعها ونفضل نتداولها ونحكيها بحيث انها يبقى الفيسبوك كله عامل اسقاط على تصرف معين. للاسف دكتور في بعض الاشخاص، نوعيه من الاشخاص بيبقى هدفها ان هي تسلط الضوء بس على السلبيات اللي موجوده في المجتمع، مش بس المجتمع المصري ولكن في المجتمعات بشكل عام، وبيسيبوا الجانب الايجابي او بيسيبوا الحاجات اللي احنا محتاجين نظهرها عشان نبين ان احنا بنتطور، ان احنا بنتحسن، ان احنا عندنا ايجابيات كتير في مجتمعنا، وندي كمان للناس بصيص من الامل، يعني نديهم كده بريق امل انه لا حياتنا افضل، وان احنا مهما كان في تحديات وصعوبات ولكن قادرين ان احنا نتخطى ده. انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لك حاجه مها. اتفضل. يمكن انت هتتفقي معايا وبعض المشاهدين ان الشخص اللي بيعمل كده بيبقى عنده يعني هدف من اتنين، يا اما ان هو يشتهر علشان هو بيقول حاجه ضد اللي موجود، او ان هو برضو بيشتهر فبيطلع المساوئ عشان هو عنده الجرأه، يعتبر ان دي جرأه ان هو يطلع المساوئ ويقولها على الملأ، وان هو يعني شايف ان ده حقيقه في ارض الواقع. يا اما الحاجه الثانيه بيكون ما عندوش سلام نفسي وعنده مشاكل نفسيه دفعته انه يشوف الحاجات السيئه في المجتمع اللي هو عايش فيه، لان هي موجوده عنده ومش قادر يحلها. صحيح. هي حاجه مش هتخرج عن الاثنين دول. اللي انا حابه اقوله بقى للناس اللي هي بتقرا الحاجات ديت او بتقرا البوستات دي، مش عايزاها تعمل لها شير او تتناقلها او تبص، مفيش مجتمع او مفيش زمن من الازمنه ما فيهوش تحديات. انما الفكره انا التحديات دي بقابلها ازاي، بواجهها ازاي. يعني انا عايزه اقول ان احنا النهارده في العيد
عايزه اقول ان احنا ايام جميله، تعالوا ما يبقاش بس احتفالي بالعيد ان هو احتفال تاريخي او احتفال عقائدي ان انا مسلم والذبح والحج والكلام ده، تعالوا كمان نبتدي نفكر ان احنا يكون عندنا نظره اكثر شمول واكثر واقعيه، انه ما فيش حد وحش على طول ولا حد حلو على طول. صحيح. لانه من حكم ربنا سبحانه وتعالى للخلق الاختلاف، فلازم يكون الاختلاف ده كمان موجود عندي انا، انه مش اي حاجه اقراها اصدقها ولا اي حاجه وحشه او حلوه اعممها على الكل. يمكن انا برفض ان انا احط نسب مئويه لاي صفه موجوده في الانسان، او ان انا احط قانون ثابت، لان زي ما قلت لحضرتك انه الاختلاف ده من اعظم الحكم الخفيه اللي ربنا خلقها للكون. النقطة المهمة قوي يا دكتور اللي حضرتك لمستيها، وفعلا احنا عايزين نركز عليها، فكرة ان الشخص يقدر يسعد نفسه ويبسط نفسه ويقضي وقت حلو ولطيف باقل الامكانيات. يعني زي حضرتك قلتي انه مش كل الناس قادرة على ان هي تسافر مثلا مصيف، او ان هي تطلع في فترة العيد تصيف، او تروح مكان يعني في نوع من التنزه والرفاهية الى حد ما، ولكن ممكن احنا كأسرة نقعد في بيتنا، يبقى في اجواء لطيفه، يبقى في حب، يبقى في ود، نحاول نبسط نفسنا بامكانيات بسيطه، وده اللي ممكن يكون اجمل. يعني ممكن انسان يكون عنده كل امكانيات الرفاهيه ولكن مش حاسس بالسعاده، وممكن تكون اسره بيجمعها الحب والوئام والالفه، قادرين ان هم يستمتعوا بوقتهم وباجازتهم وبعيدهم باقل الامكانيات المتاحه. كلامك مظبوط. يبقى احنا متفقين على ان احنا قادرين نوجد الاختلاف ده. صحيح. احنا قادرين على صناعة السعادة وصناعة الحب، لأنه برضو هيجي حد هيسمع كلامنا ده يقول لنا أنتوا بتقولوا كلام كده على الهوى، لأنه مش موجود في الحقيقة. لأنه هتلاقي معظم مثلا الأسرة قاعدين اللي ماسك الموبايل، أو اللي قاعد بيتفرج على حاجة على الكمبيوتر، أو حد بيتفرج على التلفزيون. لا، أنا لسه كنت بقول لحد امبارح، أنا لما ببقى عاملة ندوة أو ورشة مديتيشن أو موتيفيشن في أي مكان، أنا بقعد ساعات اعدي ساعتين ونص يعني. ساعتين ونص او ثلاث ساعات بتكلم وبتحاور مع الناس وبيردوا عليا، وبيبقى في جو من الطاقه والبهجه والسعاده. وببقى اول ما ادخل القاعه اقول لهم من فضلكم الموبايلات سايلنت. اذا انا عندي القدره ان انا اقعد ثلاث ساعات مش ماسك الموبايل، عشان انا حابب اكون متواجد في الجو ده، او حابب اسمع مثلا الست دي بتقول ايه، او حابب هقابل مثلا جيران او هقابل اصدقاء. فده اللي انا عايزه اقوله لكل اسره، انت قادر بنفسك انك انت تصنع سعاده لنفسك، قادر انك انت تصنع جو من الايجابيات وجو من السعاده والحب في بيتك، بانك انت تفكر ازاي تتغاضى عن اي شيء يعني بيسبب لك ضغط او بيسبب لك نوع من انواع الكرب. والرضا بقى يعني طبعا. لازم اكون راضي بحالي، وانه مفيش ابدا حاجه بتفضل ثابته، زي ما قلنا برضو مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم الارزاق، يعني كل واحد وليه رزقه بشكل معين، ولكن في النهايه الناس كلها سواسيه ما دام بنسعى. طبعا يعني انا عايزه اقول لاي حد، يعني ما تتعبش، ما تزعلش، ما تتضايقش اذا كان رزقك مقدر في حد مادي معين، ما تتضايقش، لان ممكن ربما يكون ربنا مديلك حاجه تانية احسن. الصحه مديلك الاولاد، الصحه الاولاد، حسن الطله طبعا. حب الناس ليك مثلا، يعني حاجات بسيطه احنا لو قعدنا اتكلمنا فيها يعني هنملى صفحات. انت يمكن دايما كنت بتكلم عليها، انت ممكن تروح تركن العربيه في مكان ما فيهوش، ما تلاقيش ركنه، بس تلاقي بالصدفه وانت رايح المكان ده تلاقي ركنه. حاجات بسيطه قوي قوي، تبص تلاقي مثلا سلعه معينه تلاقيها ما بتبقاش متوفره، وتلاقي. تنزل تلاقيها توفرت. فانا عايزه اقول يعني خدوا الامور ببساطه، ما تدوروش على النقط اللي بتتعسكوا او اللي بتتعبكوا، لان هي دي حياتنا. صحيح. يعني انا عايزه اقول لكم هي دي حياتنا، هو ده الواقع اللي احنا عايشينه، ملهاش اي لازمه ابدا استشعار المعاناه والشكوى الدائمه المستمره، لانها مش هتحل حاجه. اكيد. قد ايه دكتور العيد من المناسبات الحلوه اللي بيبقى فيها يعني محبب تجمع الاسره والعيله؟ يمكن في الايام العاديه كل واحد بيبقى منشغل بحياته وروتين الحياه اللي كلنا بنبقى عايشين فيه، وقتنا بيبقى ضيق جدا، فما بيبقاش في فرصه ان احنا نتزاور او ان احنا نتقابل، على الرغم من ان طبعا كورونا وجائحه كورونا يمكن شويه كمان خلت انه في تباعد شبه تام بين الناس وبعضها، ولكن بقدر المستطاع او بشكل عام قد ايه العيد ممكن يكون مناسبه حلوه لصله الارحام، ان الناس تزور بعضها، ان احنا نتواصل كأسرة واحدة او عيلة واحدة؟
بصي احنا شعب بيحب الاكل. ويمكن العيد الكبير عندنا يعني بيرتبط بطبق الفته الصبح واللحمه فما فيش مانع ابدا ان احنا مثلا لو في عماره واحده واهلي بعيد عني ان انا مثلا اول يوم العيد ممكن اخبط على جيراني اعمل طبق صغير اهديهم بحاجه أهديهم بسيطه اهديهم واعمل مثلا حساب ابويا وامي لو هم عايشين في مكان بعيد عني واروح لهم مثلا تاني يوم. يعني بلاش نعمل مشاكل في انه لا اول يوم عند مامتك اول يوم عند بلاش المشاكل الخناقه المعتاده يعني الخناقه المعتاده بلاش منها الدنيا ابسط وهي يعني الحمد لله ان العيد بيمتد السنه دي ايام كتير احنا ممكن يبقى الشهر كله اعياد صحيح فخلي الدنيا بسيطه والدنيا سهله ومفيش مانع ان انت تعمل طبق الفته ده ويلف طبق الفته في العماره ما بين الجيران ويمكن الفيسبوك مليان جروبات كل منطقه ليها جروب على الفيسبوك اتفقوا هتتغدوا انزلوا اقعدوا في مكان تحت في الظل بعد العصر لما يكون الشمس حاميه وفرشوا حاجه ولابسين الكمامات بتاعتكم والتباعد وكل واحد يعمل طبق اللي يعمل فته يعمل ملوخيه سلطه بحيث ان انتوا تبقوا قاعدين بتتكلموا وبتضحكوا وما رحتوش ولا بحر بس استمتعتوا بان العيد مختلف. اكيد هو الاختلاف بيجي في الأحداث اللي أنا بصنعها زي السعادة اللي أنا بصنعها. اصنع الاختلاف في الاحتفال بتاعك وكل واحد عنده من الخيال يعني الحمد لله قدر كبير جدا إن هو يفكر إزاي يعني يحتفل مع جيرانه أو مع أهله بصورة يعني تبث السعادة في الأسرة وتبس إحساسه بأن العيد مختلف عن السنوات اللي فاتت. أكيد ويحكيها بقى ويفتكرها صحيح يعني السنة الجاية يا إحنا السنة اللي فاتت في العيد الأضحى عملنا 1 2 3 تعالوا نفكر هنعمل إيه السنة اللي جاية. فهو الابتكار والصناعة للسعادة والصناعة للأحداث الجيدة ده في إيدينا كلنا نقدر نعمله. صحيح يعني طبعا حبايبنا طلبة وطالبات الثانوية العامة حبيب. اللي كلنا بندعي لهم ان ربنا يا رب يكلل نجاحهم بكل توفيق يا رب ويديهم على قد مجهودهم وتعبهم ويفرح طبعا اولياء الامور باولادهم لانه الموضوع الثانوية العامة ده بيبقى قاسي جدا وصعب على الاولاد وعلى كمان اولياء الامور خاصة السنة دي في ظل الانترنت وان هم كانوا بيدخلوا ياخدوا ما كانش في دروس اونلاين في دروس عن طريق المدرسة يعني الحقيقة انه الموضوع كان مقسم كده بشكل بحيث ان يكون في تسهيل على الاولاد ولكن برضو السنه نقدر نقول ان هي سنه صعبه في وجود جائحه كورونا ولكن طبعا اكيد وزاره التربيه والتعليم حاولت بقدر المستطاع يوفروا لهم كل السبل اللي من خلالها تتم عمليه الامتحانات بشكل سليم ومرضي للاولاد. ولكن انا عايز اسال حضرتك عن بقى الجانب المعنوي والدعم المعنوي ليهم خصوصا في فتره العيد، يعني لما بقى الولد ولا البنت قاعد بيذاكر وحاسس ان اخواته بيخرجوا او بيلعبوا او الاب والام برضو رايحين لزياره جاي لهم زياره العامل النفسي برضو مش حلو، يعني هل الطالب بقى في الفترة دي من حقه ياخد بريك أو ياخد كده يوم ولو في العيد يخرج يعمل أي حاجة هو بيحبها ولا بقى إحنا لا هنقعد نذاكر الأربع أيام الأجازة العيد وما عندناش بقى لعب وهزار بقى والكلام. بصي عليك على حاجة ما دلوقتي هو طالب الثانوية العامة دلوقتي غير طالب الثانوية العامة أيامي أو أيامك. صح يا دكتور بس ولي الأمر ما بيبقاش عنده الكونسبت ده أو المفهوم ده إنه لازم أديله بقى خلاص العصر يعني يبقى فيه تطور وإن الولاد من حقهم إن هم ياخدوا قسط من الراحة. برضه هقول لك على حاجه احنا مش هنقدر نعملها قاعده لان دي مساله ثقه. مساله ثقه بتبنى ما بين اولياء الامور وابنائهم من الصغر. في اولياء امور عندهم الثقه المطلقه في ابنهم او بنتهم ان هو عارف هو بيعمل ايه وان هو عنده القدره ان هو لو خرج ساعتين او مثلا جه معانا عند الجد او الجده او العم او خرج معانا هيقدر يعوض ده مثلا ومقسم وقته ازاي. يمكن خلينا نقول نقطة مهمة جدا من خلال استشعار العيد انه تقسيم الوقت ده مهم قوي انه انا اقدر في اليوم اللي فيه عيد وانا عندي امتحان سواء جامعة او ثانوية عامة اقدر اقسم يومي. ما هو احنا مش هنقدر نبقى طول النهار برا البيت مفيش حد طبيعي حتى لو عنده أجازة بيفضل طول النهار برا البيت صحيح. على الأقل بنحتاج ندخل الحمام نحتاج نرتاح نريح وخاصة ان احنا في صيف يعني احنا محناش في جو يسمح ان انا افضل طول النهار برا البيت معرض للشمس والأتربة وكمان كورونا فحبقى محتاج ان انا في البيت مفيش قسط من الراحة. هي المسألة مسألة تنظيم للوقت ومسألة مسؤولية متبادلة ما بين أولياء الأمور وما بين الطالب والطالبة. كمان هرجع أقول لك على حاجة مهمة قوي إنه الطلبة عندهم إحساس بالمسؤولية أكبر من الأب والأم
لان السنه بالنسبه لهم كانت طويله قوي السنه دي، تعبوا جدا عايزين يخلصوا يعني. انا بيقولوا لي يا دكتور احنا عايزين نخلص. لا احنا زهقنا، مش فارق معانا نخرج، مش فارق معانا ناكل، مش فارق معانا نتفسح، لكن فارق معانا قوي ان احنا نخلص والمجهود اللي احنا عملناه طوال السنه نحس بقى انه لا يعني في الاخر ان التضحيات بتاعه الخروج ديت احنا عملناها علشان خاطر نوصل لدرجات كويسه للكليات اللي احنا بنحلم ان احنا نوصل لها. فلا دلوقتي غير بتهيألي يعني. لو في اب وام متشدد قوي وطريقته مش لطيفه مع الولاد، انا بقول لهم النهارده من فضلكم خفوا شويه، مش هتبقوا انتوا والزمن عليهم. صحيح، ودي النصيحه اللي انا حابه ان حضرتك تقدميها النهارده لاولياء الامور اللي بيتبعوا هذا الاسلوب، يعني ان يبقى في نوع من السيطره او التحكم في الاولاد، وانه ما يبقاش في فتره ان هم ياخدوا قسط من الراحه وان هم يروحوا عن نفسهم شويه، لانه ضغط المذاكره مع كمان احنا في جو صيف، يعني الجو الحر ده تحديدا كفيل ان هو يخلي الولد او البنت ما عندهمش الطاقه الكافيه او الباور الكافي ان هم يذاكروا. ولكن احنا بندعي لهم ان شاء الله ان شاء الله فتره كده تعدي على خير، ويعني ايام العيد كده تبقى حلوه بالنسبه له. طيب يعني العيد عندنا ممكن استاذه حضرتك نقول لهم نصيحه؟ اتفضلي. شرب السوائل يا ريت للطلبه ميه، يعني كتير. انا يعني يا ريت ازازه ميه وانت نازل تمتحن تبقى معاك على طول باستمرار. مش على فكره مش لازم تبقى ساقعه يعني. المهم انها ميه، تشرب ميه، مهم قوي قوي شرب الميه والسوائل، بتخلي فيه انتباه، بتخلي فيه ريلاكس شويه، بتخليهم برضو الى حد ما يعني دماغهم مترتبه الى حد ما، مفيش اندفاع، مفيش خوف، مفيش بانيك. وحاولوا حته الخوف ديت ابتعدوا عنها جدا يعني بقدر المستطاع. ما تتخضش من اي سؤال يجي لك انت مش متوقعه. صحيح، سيبه للاخر وحل حاجه انت عارف انك انت هتقدر تحلها، ابتدي بيها، وسيب اي حاجه انت مش متوقع انها تيجي سيبها للاخر. ولما تهدى وتنظم نفسك وانت قاعد في اللجنه، تاكد ان ربنا ان شاء الله يعني هيجيب لك اجابه الاسئله. قد ايه دكتور الخوف ممكن يعني ياثر على الطالب او الطالبه في ادائهم في الامتحان، رغم ان هم ممكن يكونوا شاطرين ومتفوقين جدا ولكن من نوع القلق شويه من الامتحان؟ بيشتت يا مها، احنا الكبار بيشتتنا. ده حقيقي. الخوف ده يعني دي افه من افات البني ادمين. للاسف لو انا ما اتعلمتش اعمل كنترول على خوفي من اي شيء، ده بيدمر على فكره النجاح، وبيدمر احساسي بالسعاده واحساسي بالحياه واحساسي بالمميزات اللي انا بتمتع بيها. صحيح. وانا يمكن بقول انه عشان اتغلب على قصه الخوف دي لازم انظم نفسي. يعني انا لو نظمت نفسي كويس قوي وشربت كم من الميه منتظم وبالتدريب واحده واحده، وصدقوني الحاجات دي كلها لما توصلوا لسننا هتفتكروها وتضحكوا. لان احنا يمكن انا بقول هو مين يصدق ان احنا بقينا يعني في اخر سبعه في 2021؟ صح ولا لا؟ الايام بقت تجري سريعا، ما بقناش نحس اصلا ان السنه عدت. ما تخافوش، انا عايزه اقول لكم ما تخافوش. واي حد تعب وما جابش المجموع اللي هو كان متوقعه، ده قدرك وارضى بيه، وتاكد انه العمل او الرزق او الشغل او اي وظيفه انت هتسعى ليها وبتحبها هتجيلك، وربنا سبحانه وتعالى اكيد شايل لهم هتكون حاجه افضل. بالظبط، يعني ده قدر. صحيح. دايما دكتور كده الاعياد مرتبطه عندنا بالشراء، يعني احنا بقى ننزل نعمل شوبينج ونجيب لبس العيد ونجيب بقى طلبات البيت، يعني مصاريف كتير الحقيقه جدا، ومع الظروف الاقتصاديه الموضوع شويه بيبقى فيه لود. قد ايه محتاجين احنا نغير ثقافتنا شويه ان احنا برضو يكون في تأني كده في كميات المشتريات اللي بنجيبها قبل العيد، ان احنا نحاول نشتري على قد امكانياتنا على قد كمان احتياجاتنا الاسريه، بلاش المبالغه في الشراء اللي في الاخر ممكن نلاقي ان حاجات كتير جدا ما استخدمناهاش او اترمت نتيجه ان احنا ما تناولناهاش وليها يعني فتره صلاحيه معينه. كمان المبالغه بقى في شراء لبس العيد، وحضرتك عارفه قد ايه دلوقتي اسعار الملابس بقت مكلفه. هقول لك يا مها، انت بتشوفي ده دلوقتي؟ ما بقتش بشوفه قوي، بس في بعض الاسر عندها برضو الطبع ده. انت لو هننزل بنبالغ قوي، بنبالغ بعض. البعض اللي بتتكلمي عليه دوت لو هو شايفنا مش هيسمع كلامنا. لان دي ثقافه اتعود عليها خلاص، مش هيقدر يغير. انما الانسان اللي عنده قدر من العقل صاحي وواعي للاحداث اللي بيمر بيها العالم كله
هيبقى عنده تأني في انه يشتري، او هيبقى عنده تأني في انه هو بيروح فين عشان كل يوم يلبس طقم للعيد، او عشان يلبس ولاده كل يوم طقم مختلف. لا ما بقاش دلوقتي انا في يعني في وسط مجتمعي يعني الصغير. صحيح. اللي حواليا سواء اللي انا بشتغل معاهم او الجيران او المعارف، ما عادش حد بيشتري بالصوره بتاعه زمان. لان دلوقتي كمان الاسعار اصبحت زي ما حضرتك تفضلتي مبالغ فيها. وكمان الظروف الاقتصاديه ما بقتش زي الاول يعني. صحيح. وكمان في الصيف اللي عنده جهاز تكييف بيبقى خايف من الكهرباء. في اولويات في الحياه، في اولويات في الحياه. وعلى فكره اصبحت السعاده دلوقتي تختلف من انك انت بتنزل تشتري. على فكره السعاده دلوقتي في ايه؟ الصحه. بجد والله. صح. يعني حته ان انا انزل اشتري حاجه جديده، والناس اللي تقول لك انا ما بحسش بان انا مبسوطه الا ما بنزل اشتري، دي قصص قديمه كنا بنسمعها من سنين. خلاص دلوقتي لو عدى علينا يوم واحنا صحتنا كويسه ما بنشتريش ادويه، قادرين نخدم نفسنا. صحيح. ونخدم اسرتنا، ده بصراحه انا شايفاه منتهى السعاده. انما اللي شايف انه لسه ماشي في الخط الخاطئ الشراء، وانه يتمنظر وانه بيجيب وانه بيروح، لا، ثقافه خاطئه تماما. بالظبط، النوعيات دي عندها ثقافه عقيمه مظلمه، وهيفضلوا عايشين وهيموتوا وهي عندهم نفس الثقافه دي. صحيح. فدول مالناش دعوه بيهم، ربنا يهديهم. صحيح. بس احنا بنقدم لهم نصيحه لعل وعسى ان هم يعني يستجيبوا طبعا للنصيحه دي، وان يكون فعلا يكون في شويه من الوعي انه الشراء المبالغ فيه ده شيء مش محبس تماما، وفعلا في اولويات في الحياه كتير جدا غير البنود اللي احنا بنصرف فيها فلوس كتيره على الفاضي الحقيقه. بالظبط. طيب في ناس بقى دكتور في العيد بتقضي العيد قاعدين في البيت، لطيف في ناس بتحب قعده البيت، بس ليل نهار بياكلوا، وليل نهار فته ولحمه. يعني خلاص احنا اتغدينا او فطرنا الفته واللحمه، نيجي بالليل بقى هنغرف طبق كمان وفته ولحمه. الناس دي حاجه تقول لهم ايه؟ وانه العيد مش فته ولحمه، وان العيد مش اكل وشرب بس، في حاجات تانية ممكن نستمتع بوقتنا بيها في العيد. احنا هنقول لهم اسالوا نفسكم سؤال قوي قوي، احنا بناكل علشان نعيش ولا بنعيش علشان ناكل؟ اللي هيعرف يجاوب على السؤال ده هيعرف الجمله اللي انت بتقوليها دي. طبعا في بعض الازواج يقول لك لا انا اجازه بقى وعايز اكل رقاق، انا اكل بقى عزومه. انا عايز اكل اول يوم فته وتاني يوم رقاق. يعني بيتهيألي كلنا اكلنا لما شبعنا، واصبحت قصه الاكل دي دلوقتي ما هياش، يمكن بالعكس احنا كل يوم والتاني بنشوف مراكز بتنادي بانقاص الوزن طبعا، ومراكز بتنادي بعمليات التكميم والادويه اللي بتنزل تسد النفس، واصبحت موضه على السوشيال ميديا حكايه انقاص الوزن. اذا كده احنا متفقين انه الاكل ما اصبحش اولى متع الحياه. طبعا هو مجرد دي وسيله، انا باكل عشان اعيش، مش انا عايش عشان اكل. برضو هي ثقافه يا مها. صحيح. هي ثقافة الأكل زيه زي اللبس، هي حاجة استهلاكية. لو أنا فكرت إن أنا أكلت، طب أنا أكلت وسوري أسفة هيحصل إخراج، طب إيه الفلوس اللي أنا دفعتها أو الساعات اللي أنا استهلكت فيها الدورة الدموية علشان تهضم كميات من الأكل مهولة، طب أنا جسمي استفاد إيه من كل الدهون اللي أنا أكلتها أو الرز أو النشويات أو العيش، استفدت إيه؟ صحيح. هي المسألة بس يا جماعة مسألة إن أنا أشغل عقلي شوية، ابطل ابص على زمان كان ايه اللي بيحصل في بيت اهلي وانا عايزه اطبقه دلوقتي. لا ظروف دلوقتي تسمح ولا الامكانيات تسمح، ولا حتى احنا كافراد اصبح عندنا القدره ان احنا نقف. انا حتى دايما اقول لاولادي محدش يقول لي احنا هناكل ايه بكره، محدش يسال سؤال محير. احنا هنتغدى ايه؟ بلاش السؤال، عايز يتغدى حاجه يتغدى. كل الامهات تقريبا ما بيحبوش السؤال ده دكتور. خلاص يعني. لا مش يعني خلاص وصلنا، يعني وصلنا لمرحله من الزمن من الزهق كمان، من الزهق. انا واحده من الناس مثلا، انا كواحده من الناس انا احب ان انا بعد ما اموت ان شاء الله ربنا يدي حياتك الصحه والعافيه. انا دايما اقول مش هموت دلوقتي، ربنا يدي حياتك الصحه والعافيه. ابقى حابه قوي ان ولادي يفتكروني بان هم اتعلموا حاجه كويسه، او اتعلموا ايه، مش انا كنت بعمل ايه اكل طعمه حلو. صحيح. ان انا علمت حاجه اللي هو علم ينتفع بيه. أكيد. مش ان انا بعمل صينيه رقاق حلوه، او كلنا اتعلمنا الطبيخ وكلنا طبخنا وعملنا، بس صدقوني لما تفيد الحياه وتفيد نفسك واولادك بمعلومه وبعاده صحيه وبعاده مجتمعيه وبيئيه تفيدك وتفيد اسرتك، يفتكروك بيها احسن من اكله
انت كلتها وخلاص راحت. صحيح. هاي دكتور انا سعدت بلقاء حضرتك النهارده، كل سنه وحضرتك طيبه ودايما كده معانا في المناسبات الحلوه والاعياد الجميله، وبشكرك على النصايح المهمه اللي حضرتك قدمتيها النهارده لكل الساده المشاهدين، وكل عام وحضرتك طيبه وبالف خير يا فندم. وانت بصحه وسلامه واسره البرنامج بخير يا رب. شكرا لحضرتك جزيلا دكتوره صفاء مختار، باحثه انسانيه ومستشاره وعضو دائم بالاتحاد العربي للتنميه المستدامه والبيئه التابع لجامعه الدول العربيه. شكرا لك يا فندم. ميرسي يا مها. مشاهدينا لسه مكملين معاكم احتفالنا بعيد الاضحى، تابعونا بعد الفاصل.